هو أول حاجة إحنا بدأناها وإحنا عندنا 5 سنين مع صحابنا في المدرسة، كان في البداية كان فور فان يعني عشان بس نقضي وقت. بعد كده حبينا اللعبة وقلنا لأ إحنا عايزين نتدرب أكتر وكده، لغاية ما لعبنا في نادي الرحاب مع الولاد واتدربنا شوية وكده، ولغاية ما كابتن حسام وإبراهيم حسن هم شافونا في النادي وقالوا لأ هم البنتين دول لازم يلعبوا في نادي وكده، لغاية ما وصلنا في داريا. فمن ساعتها بقى بدأنا بقى نلعب في الدوري الناشئين وفيرست تيم، ولعبنا مع منتخب مصر أندر 16 أعتقد، وكنا رحنا 2 سنين ترايلز في إيطاليا في ميلان ويوفي وكنا أكسبتد، بس إحنا عشان الجامعة ومدرسة ما رحناش يعني. هو طبعا المشكلة إن طبعا بما إن إحنا هندسة وهندسة بتطلب تعب جامد ومذاكرة كتيرة، فالموضوع بيبقى صعب شوية، لكن احنا بنحاول يعني نلاقي وقت بين المذاكرة والجامعة والكرة والماتشات بالذات. يعني احنا حظنا حلو الماتشات بيبقى يوم الجمعة، فاحنا بنبقى يعني يعتبر فاضيين، فيعني ان شاء الله بعد ما نخلص الجامعة يعني يعني ان شاء الله نروح ايطاليا نشوف الاول كوره وشغل ان شاء الله. لا هو احنا طبعا احنا لازم ناخد الموضوع يعني ستيب باي ستيب، الاول نروح نلعب في يوفا او ميلان اي نادي، وبعد كده لما نتحسن اكيد لو في فرصه يعني ممكن ياخدونا كمنتخب، بس احنا يعني الفكره ان احنا عندنا الجنسيه فعايزين اصلا نكمل يعني ككوره وحتى هندسه هناك بره، فلو جت فرصة ان احنا نلعب في المنتخب يعني نقدر نلعب معاهم. هي جنسية مصرية من جدتي، هي مصرية وبابايا يعني جدي لبناني، فبابايا عنده الجنسيتين ومامتي ايطالية، فاحنا عندنا 3. لا هو مصر اكيد بس ما اتفرجناش، بس اكيد مصر يعني. لا احنا كان كل صيف بنروح ايطاليا، بنقعد مثلا شهر شهرين وكأجازة يعني، بس فترة الكورونا دي يعني وقفت الموضوع شوية فما رحناش الفترة دي، لكن احنا عادة كل سنة بنروح. واحنا حبينا الكورة هو يمكن شوية عشان بابايا كان بيلعب في المقاولين وهو صغير وبطل بدري قوي، ومامتي هي كانت بتلعب هاندبول بس كانت ساعات في الفري تايم كده كانت بتلعب كورة، فمعرفش يمكن جت منهم، بس احنا كنا حابين اللعب قوي وكنا دايما بنشوف ماتشات الشامبيونز ليج ومثلا الدوري المصري والايطالي وكده، فحبينا اللعبه اكتر. وبما ان عرفنا ان اصلا في دوري بنات فاول ما دخلناه يعني حبينا اللعبه اكتر، بس يمكن حصل مثلا يعني انا بلعب قدام وهي كان في ماتش كانت بتلعب ورا وهي كانت قالت لي انها عايزه تجيب جون، فبدلنا اماكن لحد ما هي جابت جون والكابتن ما خدتش بالها خدت بالها في الاخر. هو كده كده ميسي بيبقى يعني حاجه كده مش طبيعيه، هو دايما في اي فاول بيجيبها، فيعني انا بحب اتفرج عليه كتير قوي، وضربات الثابته بحس ان هي سهله تتجاب او فيها فن، يعني مش محتاجه قوه مش محتاجه حد يخش عليا، لا ده هو خلاص هي شوطه، فبالعكس انا بحب الحاجات دي جدا، حتى البنالتيز وحتى الكورنر مثلا ممكن الفها، الحاجات دي بحب العبها. هو يعني انا بالنسبه لي يعني موضوع ان الواحد يعتزل ده هو ترجع لكل واحد، يعني لو واحد فتنس بتاعه لسه موجود، يعني كريستيانو رونالدو لسه مكمل وزلاتان ابراهيموفيتش برضو مكمل مع انهم كبار في السن، فيعني بالنسبه لي دي بتفرق عن كل واحد والتاني، لو هو مثلا واحد بيتمرن وبيتعب وكل حاجة فممكن يكمل، لو واحد مثلا بدأ يقلل من التمارين وكده ده ممكن يبطل من قبليها. في مثلا أليكس مويك إن هي كانت حامل وولدت وكملت رجعت تكمل تاني. لا هو احنا يعني احنا شايفين ان الموضوع ده ان في اهتمام ده احسن طبعا، عشان كل ما بيكون في اهتمام اكتر كل ما النوادي بتهتم اكتر باللعيبه وان عايزين يزودوا اكتر عشان الدوري يكون يعني اجمد، ويكون في مثلا بدل 10 فرق لا يكون في 12 و16 ويزيد، فلا بالعكس هو ما دام الماس ميديا بتهتم فدي ميزه مش عيب. عيب لو حد يعني ساب كل ده وركز على مثلا مين قال ايه والكومنتس والكلام ده،
فلا هو الكومنتس كده كده موجودة في أي حاجة، بس الواحد المفروض ما يركزش يعني في الحاجات دي. وكانت أصعب مرحلة الفترة اللي كان الناس لسه ما تعرفش أصلاً السبورتس أو بالذات الكورة، إنه في أصلاً دوري كده. فالموضوع كان إزاي يعني البنت تلعب كورة وهي تسترجل، ولا ما ينفعش تلعب كورة ولازم أجسام وكده. لكن الموضوع ده يعني خلاص هو فات. يعني دلوقتي الموضوع بيبقى سهل جدا، بالذات ان في حتى ناس كتيره جدا يعني شغاله كويس قوي، حتى في سبورت تانية، في مثلا زي في ريال في الكاراتيه يعني ماشيه كويس جدا، وفي ناس تانية برضو في السباحه، ويعني في رياضيات كتيره قوي كويسه. فبالعكس لا يعني دي حاجه كويسه. لا هو احنا واحده وينج يمين وواحده وينج شمال، فبالنسبه لنا دي ميزه ان احنا نلعب مع بعض، عشان احنا حتى في الكرة احنا بنوصل الكرة لبعض، فدي ميزة طبعا. يعني احنا مثلا من اليمين بنودي للشمال والعكس، فطبعا المهاجمين او المدافعين اللي هم بيكونوا ضدنا عشان يروحوا من اليمين للشمال بتاخد وقت، لكن احنا سرعة في الموضوع ده، فدي الميزة بتاعتنا. وبرضه ساعات بنعمل شفتات فهم بيتوهوا معانا فالموضوع بيبقى حلو قوي بالنسبة لنا. ان اي فرقه بتبقى عايزه برضو ان التوأم يلعبوا مع بعض، لان هم في زي كيمستري بينهم، فدي حاجه كويسه، دي حاجه زياده للفرقه. لكن ان هم اي توأم يتقسموا دي مش حاجه كويسه يعني. حتى يعني بيبقى احنا برضو مع بعض لما بنلعب مع بعض يعني بنكسر الدنيا اكتر، لكن كل واحده لوحدها ممكن ما نبانش قوي.